وكل سنة وانتوا في أحسن حال. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أولا أحب أشكر الناس اللي بتتابعني وبتدعمني، بيوصلني كل الدعم وكل الحب، بشكركم جميعا وكل سنة وانتوا طيبين وكل عام وانتم بخير. أولا أحب أشكر الناس اللي بتتابعني وبتدعمني، بيوصلني كل الدعم وكل الحب، أشكركم جدا من قناة نجم العاصمة على اليوتيوب. ولو حضرتك أول مرة تتفرج عليا، أتمنى تدعمني باشتراك في القناة عشان أستمر في تنزيل فيديوهات أكتر وأكتر. ويلا بينا نبدأ الفيديو. تعالوا بقى نشوف إعلان كريم محمود عبد العزيز، الفنان اللي معودنا على الضحكة الحلوة، الكوميديان الكبير قوي، وياسمين عبد العزيز. طبعا هما الاتنين دويتو كوميدي، ودايما هما الاتنين لما بيطلعوا في حاجة احنا بننبسط ويضحكونا وبيفرحونا وبيدخلوا الضحكة على كل بيت. النهاردة عملوا اعلان لوي، غريب من نوعه شوية، بس هو اتعمل له سيناريو جميل وحوار جميل ممتع، تحس ان انت مش بتتفرج على اعلان، تحس ان انت بتتفرج على فيلم، مشهد واقع، حاجة غريبة، من نقلة لنقلة، من صعيدي الفلاحي. بصراحة الفنان كريم محمود عبد العزيز جسد طريقة الأستاذ الكبير الله يرحمه الفنان محمود عبد العزيز، جسد الشخصية بتاعته وجسد الأدوار بتاعته. وطبعا زي ما بيقولوا كده، اللي خلف ما ماتش. إعلان جميل، وكريم محمود عبد العزيز معودنا طبعا على الكوميديا وفي الفيديوهات اللي بيعملها مع الفنان سليمان عيد، فاحنا متعودين منه على كوميديا وعلى أداء وعلى حركات تضحكنا كلنا وتبسطنا. ياسمين عبد العزيز متعودين معاها من أيام الدادة دودي، ومن ايام افلام كتير قوي هي عملتها ومسلسلات، متعودين معاها على ان هي شخصيه كوميديان، شخصيه خفيفه، شخصيه محبوبه، ليها قبول في كل بيت مصري وليها محبين كتير. فطبعا كون ان هم يعملوا حاجه مع بعض، ده اختيار موفق. اتنين من كبار الفنانين وكوميديان وبيضحكونا وبيبسطوا كل بيت مصري، يعملوا اعلان لشركه وي، فطبعا ده اختيار جميل واعلان من اجمل الاعلانات اللي انا شفتها بصراحة. ما تحسش ان هو اعلان ابدا، بتتفرج على مسلسل، بتتفرج على فيلم، بتتفرج على حاجة غريبة، سيناريو مختلف تماما. تحية كبيرة قوي لطاقم العمل ومجموعة العمل وفريق العمل القائم على الاعلان ده، والمخرجين والتصوير، بجد اعلان جميل في وقت جميل مع شخصيات جميلة. كريم محمود عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، اعلان وي للاتصالات. مش هطول عليكم اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا بخير، رمضان كريم، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم.